السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟ Thank you.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الدائم إلى الأبد أمين. إحنا هنا في كنيسة القديسة دميانة كفر يوسف شحاتة بشتول السوق شرقية تبع برشيت العاشر من رمضان ومراكز الشرقية أو مراكز الشرقية والعاشر من رمضان. بيرأس الأبروشية نيافة الأنبا مقار أسقف الأبروشية. احنا هنا في كنيسة أم للكنيسة اللي حواليها. كنيسة هنا بقالها أكتر من 150 سنة 1872 ده طريق يعني تاريخ نشأتها. خدم فيها أباء مباركين قدس أبونا جرجس سيدهم وقدس أبونا يوحنا جرجس ابنه وقدس أبونا أبادير اللي قبلي على طول وأنا القمص ميخائيل الشحات. أنتوا مشرفينا وبرنامج أتحباني وخدمتكم جميلة ومحبتكم لإخوة الرب. إحنا معهدنا من زمان في الأعياد وإحنا دلوقتي رغم إن ما فيش عيد دلوقتي ولا حاجة لكن حضوركم في وسطينا النهاردة عيد ومحبتكم لإخوة الرب ده شرف إن خلينا إن إحنا نجمع ولادنا عشان يتمتعوا بلقائكم ومحبتكم. ربنا يحفظ لنا حياة سيدنا البابا الأنبا تودروس الثاني ويحفظ لنا سيدنا شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف العام الأنبا أرمية وأبينا الأسقف الأنبا مقار أسقف الأبروشية. وبارك خدمتكم وعينكم على خدمة أولاد المسيح أعضائه الصغيرة المحبوبين جدا منه. وإحنا كلنا بناخد شرف الخدمة دي لأنه قال كنت جوعانا كنت عريانا كنت محبوسا كنت مريضا فزرتموني. أنا فرحان بيكو وربنا يساعدكو مرة تانية وربنا يسندكو ويبارك في خدماتكو ودايما نشوفكو على خير. كل سنة طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الدهور أمين. خدمة إخوة الرب دي أعظم خدمة في الكنيسة وأي إنسان بيذوق حلاوتها ما ينساهاش أبدا ما ينساش طعمها. على الأقل إنه بياخد بركة الناس ودعاوى الناس والناس قد إيه بتبقى فرحانة ومبسوطة. كنت بشوف أماكن كتير في أيام الأعياد لما يجي مثلا أبونا يوزع وحد يوزع تلاقي الناس عمالين زهرات وفرحانين إنهم هياخدوا بركة عشان يعيدوا بيها. دي حاجة بتفرح قلب الكنيسة الناس دي بتبقى فرحانة بالحاجة القليلة دي لكن بتسعدهم في الأعياد. إحنا مش هنقدر نقول غير إن ربنا يعوضكم أنتوا بتسعوا لهؤلاء الأسر الغلبانة الطيبة علشان تاخدوا بركتهم وهم برضو ياخدوا بركتهم. صدقوني قديه لما كنا بنوزع قبل كده البركة بتاعت أتحبني برضو كانوا مبسوطين وفرحانين بنديهم بركة أتحبني بنديهم شرطة تاني برضو من الكنيسة لأن في أسر طبة دخلنا مثلا في 10 أفراد 12 فرد
وممكن تدخل في 20 فرد، يبقى الراجل ومعاه ولدين 3 ومتجوزين ومخلفين، ممكن توصل لغاية 20 فرد. لما ياخدوا الكيسة ديت من الكنيسة، كيسة تبقى كبيرة مع كرتونة أتحبني، الناس بتزغرط وتبقى فرحانة جدا ومبسوطة جدا، وقولهم صلوا لسيدنا الأنبا أرمية، هو اللي بيهتم بيكو، صلوا بالخدام اللي بيسهروا ويتعبوا، صلوا من أجل الخدام اللي هم بيسهروا طول الليل يعبوا الحاجات ديت ويهتموا بيها علشان يبعتها لكم، لأن أنتم إخوة الرب الأصاغر. عشان كده ربنا ما بينساش أولاده عن طريق أي مكان، لابد أنهم يفرحوا ويفرحوا زي الناس التانيين وياخدوا بركة وياخدوا نعمة. عايز أقول يمكن في الأرياف بالذات، في الأرياف بالذات بيفرحوا بأقل بركة، أقل بركة. ليه؟ يعني مش عايز أقول محرومين، ما فيش دخل، ما فيش ليهم حاجة ثابتة، ما فيش ليهم إعانة كاملة، فأي حاجة بيفرحوا بيها فعلا. مش هقدر أقول غير إن ربنا يعوضكم على تعب محبتكم ويعطيكم الأجر السمائي في ملكوت السماوات، عوض 30 و60 و100 لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن كل أنا لظهر الظهور كلها، أمين. حضرة صاحب النيابة أنبا أرمية على برنامج أتحبوني كله، لأن أنا واحد من الناس اللي عاصرت في البداية خالص قد إيه البداية كانت صغيرة، وقد إيه ربنا بارك في هذه الخدمة انتشرت يمكن لأغلب إبرشيات الجمهورية. السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منه أتحبوني؟